هو مقرر الرابطة عشان تبقوا عارفين دي أول حاجة قبل ما نحاول نفهم هو معاه إيه. تاني حاجة هو كان طبعا أخصائي كلى في مستشفى 30 عام من سنوات طويلة وحاليا دلوقتي في جنيات. خلص الزمالة وهيتحن الشهر الجاي وإن شاء الله بالتوفيق. انا عارف النهارده كانت نهايه اليوم كل الظروف جدا وانا بقولكم هحاول اقدم سريعا مع السلايدز ان شاء الله. هنتكلم النهارده على اساسيات الدياليسيس او الدياليسيس بعد الجين جالس. طبعا احنا وصلنا لمرحله الاخيره مع العيان اللي هو بتاع السي بي ده معايا وصل لمرحله اللي هو ستيج 5 ودي المرحله اللي هو جي 4 اقل يعني اقل من 15 مللي وهنا مع عيان محتاج فينا البيسم زاويه. مش هيقدر يكمل من غير الجسم الصلبي. الجسم الصلبي سريعا كده متقسم لكذا حاجه. في عندنا دياليسيس سواء بي دي روتين دياليسيس او هيمو دياليسيس وعندنا ترانسبلانتيشن. وعلى فكره ترانسبلانتيشن هو الجولد ستاندرد اللي هو الاساسي في الديفولب كانتري في العالم المتقدم. للاسف عندنا لسه مش قوي بس انا يعني متوقع ان الايام الجايه ممكن الوضع يتحسن شويه. عشان كده انا عملت السلايد ديت بره بقى مش عندنا احنا هنا. بيتكلموا ان الهيمو دياليسيس والترانس هو بريدج العيان مرحله هيعدي عليها عشان هيخش على الترانسبلانتيشن بعد كده. يعني مجرد ستيشن صغير لكن بعض المرضى التانيين ممكن الستيشن دي تكون كبيره شويه ومقرر ان هو يطول فيها شويه. طب سواء المرحله دي بريدج صغير او ستيشن كبيره للعيان انا مطلوب مني حاجه مهمه جدا ان انا احاول اخلي المرحله دي سهله على العيان العام ما يتعذبش معايا فيها. انا حتى لما بين The long successful dialysis is related to increasing knowledge about principles, communication, and new improvement in dialysis machines with dialyzer solution. انا لو عرفت اوصل لمرحله ان انا فاهم الكلام كويس اكيد هعرف اعمل prescription dialysis كويس وهعرف اطلب العام بتاعي ما يتعذبش معايا. النهارده هنتكلم سريعا كده عن الميشن عن دالسيس وهيستوري هنتكلم مره ثانيه سريعا. واساس المحاضره ان احنا هنعرف تقريبا تعريف لاربع حاجات اللي هو الديفيوجن والاسموزيس والفلتريشن والكونفكشن. وهنتكلم برضه سريعا عن تكنيك الهيمو دياليسيس وفرايتيز الهيمو دياليسيس مش هنطول فيها برضه باذن الله. الدياليسيس عباره عن ايه؟ يعني ممكن نعرف الدياليسيس اللي هو الديفينيشن اوف دياليسيس. بروسيس باي ويتش سوليوت الحاجه المذابه ريزولوت كومبوزيشن اوف سوليوشن ايه؟ از فولترد باي اكسبوزنج ات تو ا سكند سوليوشن. لو جبنا محلولين جنب بعض بينهم سيمي ليبرال مونترين المواد المذابه في المحلول ده بتنتقل للمحلول الثاني عن طريق الخاصيه دي اللي هي الديفيوجن او الدانس. بروسيس باي ويتش ذا سولوشن كومبوزيشن اوف سولوشن اي از اوتر باي اكسبوزنج ات تو ا سكند سولوشن بي ثرو سيمي ديرمال ممبرين انتل زي ريتش اكريتيشن. وخدنا بالنا من بالنا مستوطين الجزء الثاني بدا يبقى المربعات الخضراء قد المربعات الخضراء والزرق الزرق لان الحاجات كلها انتقلت من هنا لهنا ومن هنا لما قد بعض الاجنحه. هي دي فكره الزياده ببساطه عن تعريف الدانس. انا مش هتكلم كتير في الهيستوري بتاع الدياليسيس يعني بس عارفين ان هو كان في تجربه كده من زمان او جابوا سيرته في 2013 بعدها في واحد اسمه ابيل خطروا حيوان معرفش هو ايه بالظبط وبقى حاولوا يعملوا معاه دياليسيس عن طريق تيوبز وماشينز معينه كده بس بدائيه جدا وكان المبرين بتاعهم معمول حاجه اسمها كولدن معمول من السليلوز وسموا العمليه دي حاجه اسمها فيبي ديفيوجن. بعد كده هي كان منظرها تقريبا بالمنظر دوت. بعد كده تقريبا الناس دي كان بيستخدموا ماده تمنع التجلط للبلاط اسمها الهيريودين هم كانوا بيستخدموها من الوعاء بتاع السحليه تقريبا حاجه زي كده. المشكله في الماده ديت انها بتعمل الج شويه وما كانتش ناجحه معاها. بعد كده كان في محاولات ثانيه كان في واحد اسمه جورج هاس سنه 1924 و1928 بدا يحاول ينفذ الفكره بتاعت الانديل على البني ادمين وتقريبا عمل غسيل لحوالي خمس ست حالات بس سبع حالات دي كلها توفت بسبب سوء الكوموربيديتي عندهم. برضه خاص تماما استخدم نفس الماده اللي هي تمنع تجارب الهيريودين ولكن برضه دي كان احد مشاكل او سبب الفشل في التجربه في الايه في العين. بعد كده بداوا يستخدموا الهيدرين تقريبا سنه 1937 طبعا ده منظر جورج باص نفسه وهو كان بيعمل عمليه دياليسيس للعيان. اول عمليه ناجحه للدياليسيس كان عن طريق حاجه اسمها ريم فولف يمكن دوت انا بعتبره دايما من الكلام اللي قريته عنه ان هو دايما ابو الدياليسيس كله يعني ممكن اول عمليه دياليسيس ناجحه مش هتدخل في تفاصيل كتير هو منظر الراجل دوت. دي كان منظر الماشين برضه بيطلع البلط في تيوبس كبيره دوت والبلط دوت نفسه بيلف او بيعوم في باص الفوتر او باص الفيزيت معرفش كان عباره عن كونشنتر ايه اياميهم
بيحصل عمليه الديفيوجن وحاجات ايه في المنطقه دي. بس كان في سبب كبير فشل المرحله ديت ان هو كان ممكن يعمل ديفيوجن، ممكن يشيل الويست ريفر لكن ما كانش بيشيل ماين، ما كانش بيعمل اكتر فيدريشن، وده كان احد اسباب فشله. نخش على السلايد على الاخير ده على طول، الهيموداليسيس في مصر. امتى مصر دخل فيها الهيموداليسيس؟ كان سنه 1958 في عين شمس. وبعديها دخلت مستشفى المعادي العسكري ومستشفى احمد ماهر سنه 1962 وجامعه القاهره سنه 1964. واعتقد كان في السبعينات كان الرئيس السادات هو اول الرؤساء اللي بدا يدخلوا حاجه اسمها قرار الوزاري، ان المريض يغسل عنقه في الدوله. قبل كده ما كانش عارف في الدوله. نرجع بقى لاساس المحاضره النهارده اللي هو البيزكس، عايزين نعرف يعني ايه ديفيوجن واسموزس وفنتريشن وكونفكشن. هنتكلم عن الديفيوجن سريعا. البروسيس باي ويتش ذا بارتيكل او الاتومز والموديول move from area of higher concentration to lower concentration across a semi-permeable medium. يعني من البلد لو جبنا كوبايتين، كوبايه متدوب فيها سي خمس معالق سكر، وكوبايه متدوب فيها معلقتين سكر، الكوبايتين دول مفتوحين على بعض وسي بيرمنتين، اكيد السكر هينتقل من اعلى تركيز لاقل تركيز. هو تعريفه ببساطه المنظر دوت، انتقال الموليول من مكان فيه كونسنتريشن اعلى للمكان اللي فيه كونسنتريشن اقل. طب العمليه دي انت تعملها حاجه هتعمل على كذا حاجه صراحه. الكونسنتريشن جريدينت كل ما يكون اعلى كل ما يكون افضل. البريبيبلتي بتاعت الممبرين بيعتمد على البورز والسيرفس اريا بتاعته. الممبرين لو البورز بتاعته اصغر او اكبر هتفرق كتير. البلاد بروتين ان احيانا الملكيولز دي تكون كومباوند البروتين وده يمنعها من عمليه الديفيوجن شويه. حاجه ثانيه الفلتريشن. الفلتريشن حاجه اللي هي متعلقه نوعا ما بالووتر. movement of fluid through a filter as a result of hydraulic او احسن hydrostatic pressure اللي احنا بنعكسه على المكن هنا في حته الالتر فلتريشن. يعني حتى نخش بعدها بيها في السلايد اللي بعديها الهيموداليسيس. الالتر فلتريشن از movement of water from blood under pressure gradient effect what is called transmembrane pressure. وكنا بنشوف كلمه التي ام دي على المكنه وعايزين نكون عارفينها ايه. هي عباره عن hydrostatic pressure المكنه بتعمله طريقة معينة على الممبرين بتاع الفلتر عشان تشيل المية من البلاط وتديها للدايزيت. طب الكونفكشن، الكونفكشن عبارة عن هو المية لما تيجي تنتقل من البلاط تنتقل للدايزيت، هي المية دي هتنتقل لوحدها ولا هتنتقل معاها حاجة تانية؟ احنا عارفين في حاجة اسمها زائد المزيج، المية دي دايت فيها حاجة. أكيد المية دي هتاخد معاها حاجة. ده اللي احنا بنسميه دراجنج افكت. المية هتجر معاها شوية مولكيولز. يوريا وكليات والكلام ده كله. هل الموضوع مفيد للعيان؟ اكيد مفيد، هو بيزود الكليرنس اكتر. طب احنا بنعمله ازاي على العيان؟ ما احنا بنعمل اكتر فلتريشن، بس الموضوع ليميتد باللي انا بعمله اللي هو الويت جيم بتاع العيان. يعني عندي عيان انا عملت له 2 لتر على المكنه هيعمل كونفكشن 2 لتر وهيسحب 2 لتر. الاثنين دول 2 لتر دول هيفيدوني ان انا هعمل دراجنج افكت زياده مع الديفيوجن فبالتالي الكليرنس احسن. طلع من الموضوع ده حاجه اسمها اوجمنتد كونفكشن. اللي هو طلعنا منه بموداليتيز اوبتياليسيز اعلى وتقريبا هي ذا بيست موداليتيز وورلد وايد دلوقتي. حاجه اسمها هيمو لايف فلتريشن وتقدر النوع بتاعها اونلاين بلس او اوف لاين على مكن المالتي فلتر. اللي هو ايه؟ انا هل اقدر اعمل العيان فلتريشن لميه اكبر من اللي هو زيه؟ ممكن. ممكن اسحب من العيان اب تو 18 لتر و20 لتر وحاجه و20 لتر ممكن، بس ازاي؟ هضطر ان انا اديله فلويد ديت واسحبها منه تاني. حاجه بيسموها كده حاجه اسمها تي باك افكت. فتله الشاي، كوبايه الشاي انا بحط فيها الفتله واطلعها بتنزل شويه شاي، ارجع احطها تاني واشيلها تنزل شويه شاي. ده اللي بنسميه اوجمنتد كونفكشن. وانا صراحه كنت بشرحها لزمايلي زمان بفكره يعني سوري يا بلدي شويه، بس احنا لو دخلنا عارفين السفنجه اللي بنغسل بيها مواعين لو مليانه صابون انا عشان انضفها بحطها في الميه بعصرها وارجع احطها في الميه تاني واعصرها، كل مره بحطها في الميه بعصرها انا بشيل منها الصابون دوت. ده اللي احنا بنسميه اوجمنتد كونفكشن. وده على فكره يعني عايزين نعرف نفهمه كويس، لان اعتقد برضه في فيوتشر في مصر الهيمو لايف فلتريشن، وفي مراكز فعلا في مصر شغاله اونلاين بلس هيمو لايف فلتريشن. وهنبقى نتكلم بعد كده في مرات ثانيه عن قصه الاونلاين بلس والكلام ده. اخر حاجه الاسموزس. احنا اتكلمنا ان المولكيولز تنتقل من مكان اللي فيه كونسنتريشن جريدينت عالي لمكان فيه كونسنتريشن جريدينت اقل. الكلام ده خاص بالمولكيول الحاجه اللي دايمه. طب لو عايزين نتكلم عن الميه، هل الميه لها علاقه برضك بالكونسنتريشن جريدنت او اوزموزيس بريشر او اوزموتيك بريشر؟ الطبيعي كلنا عارفين ان الميه هتنتقل منين لفين؟ من المكان اللي فيه اوزموتيك بريشر اقل للمكان اللي فيه اوزموتيك بريشر اعلى. بتحاول تعادل الضغط الاوزموزي.
لا علاقه دي عندنا في الغسيل نوعا ما في حته الدياليسيس نفسها مش ليها علاقه قوي معايا، لكن في عندنا حاجه اهم لها علاقه بالغسيل في وحدات الووتر تريتمنت يونت بتاعت معالجه الميه. كلنا بنسمع عن جهاز اسمه الار او ريفرس اوزموزيس. انا بعمل حاجه عكس الخاصيه الفسيولوجيه المعروفه ان انا هنقل الميه من مكان ضغط الاسموز عالي لمكان ضغط الاسموز اقل، يعني الميه بالاملاح اللي فيها صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم والكلام ده كله انا عايز اخليها تسيب المواد دي كلها وتطلع فري من غيرها، وده هو عكس الطبيعي. يبقى عشان كده بتعمل بجهاز معين اسمه الار او عشان اطلع في الاخر الميه من غير سوليوتس، واحنا بنتكلم عليها وبنقيس بقى حاجه اسمها تي دي اس والحاجات دي كلها بقى الميه عشان نكون عارفين الكلام ده. دي تقريبا الخمس حاجات عايزين نفهمها في البرنسبلز او البيزكس وفي هيموداليسيس. طيب عمليه الهيموداليسيس نفسها انا عشان انا عميل دارس للعيان عايز اعمل هيموداليسيس للعيان نوعا ما انا عايز فاسكول اكسس. دكتور ايمن طبعا افاض واتكلم باستفاضه في موضوع فاسكول اكسس. الدارس ماشين احنا معانا المهندس هيكلمنا النهارده عن دارس ماشين، انا مش هتكلم في الكلام دوت وهبدا كلامي من الدايلازم. كنت برضك بنقولها دايما او كانوا بيعلمونا في الف ب نيابه ان احنا نفرق في الكلام من كلمه دياليسيس ودايليزيت ودايلايزر. عايزين نحفظ الاسماء دي كويسه. دايلايزر اللي هو المرشح اللي هو الارتفيشال كيدني اللي هو الكيدني الصناعيه، اما الدياليسيس هو عمليه الاستصفاء وعمليه الغسيل، والدايليزيت ده اللي هو محلول الغسيل او الحاجه اللي بغسل بيها العيان وهنتكلم عليها في الاخر. يبقى انا محتاج فاسكولار اكسس ودياليسيس ماشين ودايلايزر اكسترا كورونا سيركيليشن في الوصلات بتاعت العمليه نفسها والدايزي. منظر سريعا اربعه ماشينز تقريبا هم اللي موجودين في وزاره الصحه دلوقتي او معظم الاماكن. الصوره الاولانيه للمكنه الفازينيس ممكن هي اكثر انتشارا، ممكن يجي بعديها شويه جامبو، حاليا بقى في عندنا بيبقى قال كتير النيبرو وجيب راوند. فبرضك بيبقى فاميليار مع منظر الماكينات. ومع الوقت بس ده برضك ممكن شركات ثانيه تدينا تريننج على المكنه، نوعا ما يبقى مستحب ان احنا نكون فاهمين في المكنه شويه عشان الامتحان التكنيكال برضه نكون فاهمين فيه. هنخش على حضرتك الدايلايزر سريعا ده منظر المرشح. وهنا كاسرين المرشح مش شايفين المنظر من جواه اللي هو منظر البولو فايبر، البولو فايبر اللي جواه. بعض العلماء حاولوا يقللوا النورمال كيدني ان هم عايزين نوصل لعدد كبير من البولو فايبرز، بس طبعا ده استحاله، خلق ربنا عمره ما هيتعمل زيه. صعب اعمل مليون بولو فايبر هو الايه؟ الدايلايزيت. المهم جنرالي ده المرشح. نوعه او تسميته بتعتمد على كذا حاجه. سيرفيس اريا كلنا كنا بنسمع عن قصه المرشح، انا عايز مرشح واحد واحد اثنين واحد ثلاثه حجم المرشح. وبعد كده انتقلنا هنا بقينا بنتكلم انا عايز مرشح هاي فلكس ولو فلكس، وفي حاجه اسمها ميد فلكس وحاجه اسمها سوبر فلكس حديثا، بس خلينا في الكومن دلوقتي اللو فلكس والهاي فلكس. ده بيعتمد فيه على ايه؟ بيعتمد على البولز ومساحه المسام في الفلتر هتحدد اذا كان هو لو فلكس ولا هاي فلكس. واخر حاجه حاجه اسمها البايو كومباتيبلتي، النوع بتاع الممبرين بتاع الدايلايزر ده موجود. الثلاث حاجات دول بيحددوا لي النوع بتاع الدايلايزر. طيب احنا عرفنا حته السيرفيس اريا مش محتاجه كلام، وحته الهاي فلاكس واللو فلاكس مش محتاجه كلام. قصه الكومباتيبلتي ديت هي حته بنحاول نفهمها سريعا كده، بالرغم انا رايي ان انا شايف انها هيستوريكال شويه، ان احنا ما عادش عندنا كتير حته اللي هو البايو كومباتيبل ممبرين. كان زمان ده ماده من الطبيعه اللي هي السيلوز بيصنعوا بيها الفلتر او الورو فايبر ديت. ده ذا فيرست ممبرين تو بي يوز كونتين فري هيدروكسيد راديكال، ودي مهمه جدا عشان هي دي اصلا اساس فشل الايه الممبرين دوت، ان هو بيعمل الرجي وبيعمل رياكشن مع العيان يبقى مضر جدا للعيان. بيزود الاميلوز عند العيان حاجه اسمها اللي هو الاميلوز، انكريز الانسنس اوف انفكشن والرابيد لوس اوف ريزيدوال كيدني فانكشن. ده انا بقول لكم حاجه هيستوريكال انا صراحه ما بقدمش حاليا فلاتر بالمنظر ده. نخش بعديها في حاجه اسمها البايو كومباتبل. البايو كومباتبل حاجه من اثنين، يا اما هو عالج السيروز بطريقه كيميائيه عشان يخليها اقل ضررا شويه، يا اما عامل حاجه ساينسيتك من الاساس. الاكثر شيوعا عندنا الساينسيتك واشهرهم برضك البوليسلفون، اكثر فلتر متاح عندنا وبنشتغل بيه. طيب احنا برضه عرفنا الدايلايزر، بس عايزين نتكلم في حته بيزي قوي في الدايلايزر. احنا عارفين الدايلايزر ده اللي فاكر هيقسمني الليله تو كومبارتمنت، عشان نرجع للديفينيشنز اللي في الاول. الدياليسيس هو حاجه ما بين تو كومبارتمنت، هو الفكره الدايلايزر بيعمل كده بيفصل لي الموضوع لتو كومبارتمنت اللي هو البلاد كومبارتمنت والدايليزيت كومبارتمنت. البلاد كومبارتمنت دم ماشي جوه الهولو فايبرز الموجوده في الايه؟ في الدايلايزر. اما الدايليزيت موجود حوالين الهولو فايبر، والفايبرز ديت مش مصمت فيها بولز، هي اللي بتسمح بالديفيوجن وبتسمح بالكونفكشن وبتسمح بالحاجات دي كلها.
حته ثانيه فيسيولوجيكال او فيزيائيه نوعا ما، ان احنا عارفين ان كل حاجه لها دايركشن، البلط داخل في الفلتر من جهه وبيطلع من جهه، وكذلك الغليزيت. وصلنا ان احنا عشان نوصل لاحسن كفاءه للغسله لازم يكون في حاجه اسمها كاونتر كارنت دايركشن للفلو بتاع الاثنين، هما الاثنين مش هيمشوا مع بعض، هيمشوا عكس بعض. ايه الفكره كده؟ ان هو بيوفر اكبر كونسنتريشن ليثيوم طول الوقت. دايما الدم هيقابل فريش دايليزيت، دايما الدم يقابل فريش دايليزيت، لو قابلوا بعض من اول الفلتر طالعين مع بعض، في اخر الفلتر لو ماشيين في اتجاه واحد هيكون اصلا حصل اكيوميشن ومش هيحصل اصلا ديفيوجن. لكن دايما هم عكس بعض، فبالتالي الدم كل ما هيقابل دايليزيت هيكون فريش، هيكون كونسنتريشن ليثيوم عالي، فهيكون الكليرنس اعلى. دي حاجه الفيسيولوجيك عايزين نفهمها بس بالفلتر اللي هو كاونتر كارنت دايركشن، وبالتالي عندنا حتى الاسهم واضحه في اتجاه البلاد وفي اتجاه الدايليزيت. احنا جبنا ليه من الدايليزيت كتير؟ طب احنا الدايليزيت يا جماعه ايه هو؟ كتير بيغلط يقول الجيركل اللي قصاد المكنه هو الدايليزيت، ده ليس دايليزيت، ده كونسنتريتد سولوشن اوف دايليزيس، محلول غسيل مركز، ده ليس دايليزيت يا جماعه. الدايليزيت هو الناتج النهائي بتلميكس ما بين حاجتين، محامي خالص صورتين، الجيركل اللي هو كونسنتريتد سولوشن مع الووتر او التريتد ووتر. وحده معالجه الميه اللي عندنا اللي هي وضع عايزه محاضرات وعايزه كلام كتير جدا، ان احنا بنطلع ميه، الميه دي بيور ووتر ولا الترا بيور ووتر ولا سترايل ووتر، وحاليا بقى في ديفينيشنز كتير للموضوع دوت، بيور والترا بيور وسترايل ووتر. حتى الشركه نفسها المصنعه للمكنه بتساعدنا بحاجات في المكنه عشان نوصل للبيور والدايزيت. في حاجه ورا المكنه واقول يا راجل مهندس يا راجل، حاجه اسمها ريتنشن فلتر، بغض النظر عن اسمها في الشركه ايه، يعني ممكن فيزينس بتنزلها باسم دايسيف، لكن شركات ثانيه بتنزلها باسماء ثانيه، بس هو اسمها لاني حاجه اسمها ريتنشن فلتر. الفكره فيه ان هو بيحاول يوصل لبيورتي عاليه للبيزيت، اللي هو ايه؟ هو ناتج الميكس ما بين الكونسنتريت سولوشن والتريتد وورد. الجزء ده مهم يا جماعه، كنت بصراحه بسمع المحاضره اول مره انتبه لحاجه غريبه جدا ما كنتش واخد بالي منها. هي الدول بتاعت الجزيرة العربية والدول العرب والكلام ده كله، احنا عارفين ان احنا في الدياليسيس بنستخدم تقريبا لتر من الكونسنتريت سولوشن ل 34 لتر من المية. يعني لو عندي غسل اربع ساعات هياخد 4 لتر تقريبا من الجيركن اللي قدامه بحوالي 120 لتر مية. دي مكنة واحدة للغسل 120 لتر مية. طب لو سنتر فيه كذا مكنة، طب لو كذا سنتر، استخدام الناس دي للميه حجمها قد ايه؟ هو اصلا البلاد اللي بره في السعوديه كانوا بيجيبوا ميه دي منين؟ فاللي اصل الموضوع حاجه ثانيه، ولا قدر الله لا قدر الله بدا يحصل مشكله الميه في مصر، هل هيبقى في مشكله عندنا في الدياليز بسبب الميه؟ هو ده سؤال يستحق التفكير. احنا بنستخدم كميه ميه مهوله جدا في الدياليز يا جماعه، انا مش عارف احسبها اصلا، يعني احنا بنتكلم بالغسله الواحده المكنه تستخدم حوالي 120 لتر ميه. طب لو كذا مكنه وكذا سنتر احنا هنستخدم كام لتر ميه؟ فحاليا في ريسيرشز بيقولوا ان احنا حاجه اسمها ريسيركيليشن للميه او ريسايكلينج، سوري ريسايكلينج للميه. هل الميه اللي هطلعها من المكنه اللي طالعه في الدرينج بتاع المكنه دي هل ممكن تعملها ريسايكلينج؟ الله اعلم، بس بيدوروا فيها اليومين دول. المهم احنا بنعمل ميكسنج ما بين الكونسيتي سولوشن والميه تقريبا بحاجات فيكسد وحاجات تعتمد على الكيميكال كومبوزيشن بتاع الجيركن، يعني ممكن اخف لتر من الجيركن على 34 لتر ميه او لتر على 40 او لتر على 44، والحاجات دي بتبقى مكتوبه على الجيركن، هي الشركه مصنعها كل تكف اللتر على قد ايه، واحنا مش هنتحكم فيه. المهم الكلام ده كله هيتحكم لي في الاخر على الكونسنتريشن بتاع الصوديوم اللي هو الدايليزيت والكونسنتريشن بتاع الكتروبايت، وهينعكس على المدى. الجزء برضك المهندس هيكلمنا فيه دلوقتي اللي هو حاجه اسمها كوندكتيفيتي، اللي هي تقريبا مؤشر انتفاعات الصوديوم في السائل الغسيل داخل العين. احنا قلنا اخر عنوان حاجه اسمها فرايتيز اوف هيموداليسيس، الهيموداليسيس دي انواع خاص في الكونفشنال انترميتنت هيموداليسيس الغسيل التقليدي اللي بنعمله في مستشفى الغسيل عندنا، وفي حاجه اسمها اونلاين بلس او اونلاين هيموداليسيس انتريشن، وقلنا دي ذا بيست موداليتيز وموجوده على فكره في اماكن كتير دلوقتي، وفي حاجه اسمها السليت اللي هو سستين لو افيشنت دياليسيس، وفي حاجه اسمها سي ار تي اللي هو كونتينوس ريمال بيسم سيرابي، ودي كلها بنسميها فرايتيز او موداليتيز وفي دياليسيس. واحنا يا جماعه شغل الكبيره بتاعنا مش على قد مكنه الغسيل بتاعت الهيمو، واحنا شغلنا واسع قوي، بس احنا بس احنا مش بنمارس. طبعا برضك صوره من اشهر مكانتين موجودين بنستخدمهم في حاجه اسمها سي ار تي، مكنه البريزما بتاعت شركه كامبر ومكنه المالتي تي بتاعت شركه فرزينيس، مش هنتكلم في تفاصيل الحاجات دي، عايزه محاضرات طويله. ثانك يو، ما طولتش عليكم.